فرحة كانت لا تنطق. ورغم عندي الوالدة ملي توفات سمانة وإن شاء الله نطلبوا الحياة ونوصلوا هذيك البلاصة للمرة الثانية. 2007 رحت للحج المرة الثانية وسجلت 15 مرة. إن شاء الله ندعو لجميع المسلمين وبلدنا الجزائر إن شاء الله، والرئيس الله يحفظه وإن شاء الله يكمل. زير تيوب أول قناة إلكترونية.